السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين، تكونوا بخير وعلى خير كيف العاده. مهم فيديو جديد، نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم كما عودتكم من نكون في الكوزينه، يعني شي حاجه ديال الطياب. مهم بالنسبه لهذا الفيديو، هذا خاص برؤى، غادي نطيب لها ما تاكل، نطيب لها الغدا ان شاء الله، ما سدي معاها الغدا وعلى حساب الكوتي ان شاء الله يا ربي. مهم راكو عارفين باش نوض الصباح ونطيب ما غاديش يقتني الوقت، حيت انا عندي مشكل كبير مع رؤى. عندي مشكل الصباح، راه عندي باش تنوض تفرحك تقولي لها رؤى جي واقفه، ولكن المشكل ديالي في الفطور. واش نتوما عندكم هذا المشكل مع وليداتكم؟ انا بنتي بحال نقولوا كاس ديال الحليب صغير تجلس لي فيه نص ساعة وانا يا رؤى في الساعة، رؤى شربي، رؤى يلا تمشي. اضحك رؤى والو. مهم واش غادي نقول لكم؟ معاناة عاوتاني، كيفاش كتجي عاوتاني الكسوة باش نلبس لها ثقيلة. رؤى في الساعة. مهم عندي غير في الفطور ديالها تقريبا دير لي ديك نص ساعة هكا ديال التمهبيل ديالها في الفطور. المهم باش نمشي عاد، راكو عارفين الوقت تابعني، باش نمشي عاد نوصلها خصني نخرج منها بكري، حيت راكو عارفين ما دايراش ترونسبور، كنمشي نوصلها يا انا وباش نولي عاوتاني باش نوجد الغدا. وباش المهم الامهات اللي كيوصلوا وليداتهم غادي يحسوا بيا وغادي يفهموني، ودركي غادي نوريكم شنو غادي ندير لها وشنو غادي سدي معها ان شاء الله. يلا خليكم معايا. هنايا كما راكم تشوفوا، هنايا درت لها لادانت، شرملت لها ايه، درت لها غير شويه خرقوم، شويه بزار، ايه واحد فته ديال البزار راكم عارفين باش ما يجيهاش حار، والملحه، ودرت شويه الربيع، ودرت شويه ديال الملون الصناعي زعفران. هنا كما راكم تشوفوا القرعه درتها لها هكا رقيب، قندوره حمرتها لها هكا شويه في مقيله. وبالنسبه هنايا لهاد خيزو هادي راكم تشوفوا، راني غادي عاد نصفيها وغادي نديرها شويه حتى هي شويه تشحر، وعاد غادي حتى الغدا ان شاء الله هاد الحويجات هادو غادي نخليهم حتى الغدا ان شاء الله، عاد غادي نديرهم لها في لابوط ديالها. مهم بالنسبه للكوتي هادوك اللي وريتكم قبيله الغدا، بالنسبه للكوتي عجبني هاد الكاطو هذا صراحه، زوين داير بحال الكاطو ديال الدار، فيه 3 حبات داير درهم، عجبني هذا، ديجا شريته لها عجبها كلاسيك. وهذا ركزوا لي على هذا، هنا 2.50 دراهم، 2.50 دراهم. مهم ضروري انا ما راكو عارفين باش غادي، مازال بعيده بنتي بنتي ولا تنتافو بيها، قالت لك شوفي لي لادات. قلت لكم انايا ضروري رؤى تبغي هكا شي حاجه تفوت، راكو عارفين البز ماشي دار ما غاديش تقدر دير لهم هكا شي حاجه معنايا كتمشي. قلت لكم ماشي ضروري كندير لها هكا دانا، هذا داناو داناو. المهم ما ديروش على الروينه لها مرايا، حيت راه الليل، قلت لكم راه الليل، ركزوا لي على الليل، عاد قلتكم غادي نتعشى ونجمع هاد الروينه هذه اللي مرايا، عاد نمشي للناس بحالها باش نفيق عاوتاني بكري باش نوض للمعاناه. المهم كيما قلت لكم ماشي ديما كتدي هاد دانا، وكل مره كنبدلها خطره ندير لها عصير صافي. قلت لكم خطره كندير لها هاد العصير، خطره كل مره نوع لها، وشنو هي يعني باش ديري لها هكا الحليب تديه معاها، راكو عارفين يعني غادي تخرج منايا نخرجوا 8:30 وفوقاش كيدخلوا للقسم، وزيد عليها باش يديروا الكوتي يمكن حتى لديك العشرة ونص عاد كيديروا الكوتي، ولا مانيش عارفه فوقاش يعني الحليب باش يديره لها ما صالح لهاش، باش يدير لها عصير يعني تعصره هنا في الدار وتديه معاها، خص شي حاجه اللي بحال عصير خصو يتشرب تمتم يعني ما غاديش حتى هو يجلس. هذا هو سلاكي يعني في هاد الحوايج ديال الشرب، هذا هو سلاكي. عندكم شي فكره كديروها لوليداتكم؟ مدا بكم يعني تخليوها لي في لي كومونتير تقولوها لي تنصحوني بها. المهم انا عندي شي حاجه يعني
قادره نوصلها لكم وعارفه يعني تفيدكم نقولها لكم، راكو عارفين ما كان مخلي عليكم حتى بشي حاجه. مهم راكو عارفين مع غدا خصني عاد نرجع وندير الطعام. المهم ها هو راه هنايا راه الا يكون بان لكم في الاول. المهم خصني نرجع ندير الطعام ان شاء الله يا ربي غدا الجمعه، وجمعه مباركه مسبقه ونعاود نقولها لكم غدا ان شاء الله. نتلاقاو الصباح، باي باي. صباح الخير البنات، كصبحتوا نتمنى تكونوا صبحتوا مزيانين وبخير وعلى خير. المهم كيما راكم تشوفوا انا مازال فيا النعاس، انا عاد مدوخه بالنعاس ما كنتبش عليكم، ما نعستش البارح بكري. المهم قادر نوجد لها باش تدي معاها، نحطهم لها داك الشيء اللي وجدت لها البارح، نديروا لها في لابواط باش تديهم معاها، وراها عاد ناضت حتى هي باش نعطيها تفطر. يلا المهم كيما كتشوفوا انا كنبدي باللون، بدي بالكوتي كنوجده لها. هنا عندي هاد الفريشلات، حالها باش نديرها لها كامله. راني عارفه قلتي انا ما غاديش ناكلها كامله، وندير لها غير هاد الجوج وما غاديش تاكلهم. راني عارفه عندها غادي نشوفو. مهم كيما شفتو هكا قطعتهم لها مربعات باش يجيوها ساهلين على حساب باش تاكل. وبالنسبه لهاد الكاطويه حتى هي كتحيدها لها من نايم هاد من هاد الغلاف ديالها، وكنديرهم لها في لابواط. المهم ها هما هاد الكاطو اللي قلت لكم عليه، ها هو الشكل ديالو كي جاي، جاي بحال الكاطو ديال الدار، وهو فيه لداخل التمر، صراحه زوين. المهم ها هي لابواط صغيره اللي كندير لها فيها هكا الكاطو، هما ندير لها هادو هنا وندير لها هادو هنايا. ها هما زولها غير هاد ثلاثه ديال الحبات صافي، وغادي نزيد لها هنايا واحد حبات ديال اللوز، واحد ثلاثه ديال الحبات. واخا راني عارفه هادو، عرفتو بلي هادو البارح درتهم لها ورجعتهم لي، البارح درتهم ورجعتهم لي ما كلاتهمش. المهم ها هي لابواط، هاد لابواط البنات هاد لابواط قديم عندي بزاف 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 بزاف، كان جابها لي واحد خالي من المال، هادي مده يعني انا كنت عاد صغيره. وشوفوا سوليد، عرفتوا شحال من عام راها بزاف. مهم وصبرت وشوفوا سبحان الله هي كتبت لبنتي تبقى دير فيها الكوتي. مهم ها هما هادو غادي نديرهم لها هنايا باش نفرق لها حوايج ديال الكوتي. هاد السبيرة هادي. مهم ها هما دركا غادي نفوتو ل السوبيرا، انا هاكا كندير لها نحلها حدايا باش تجيني ساهله. صبروا انا نرجع لكم، انا رجعت لكم. المهم مشيت بديت لها واحد جوج مطيشة سوريز تا هي غادي ندير لها هنايا. المهم بالنسبه للماكله اللي وجدت لها البارح هي هادي كما قلت لكم، قرعه خضراء لاداند وخيزو. انا كنبغي هنايا نفرش لها ما كنخليها لهاش هكا. نبغي ندير لها هاد بابي كويسون او ورق الزبده. شفتو دابا هي راها تفطر واختكم راها توجد لها، بنادم واخا كاينه بكري والله ما كيقدو الوقت زعما صراحه. ماما اذا كشيت اكل هم غادي ندير لها هادي من في الجنب. لا
شويه تلعب شويه شويه تفقعيني والله لعبت. نعرف واش نتوما تكونوا نفس المعاناه ديالي، وقولوا لي حقا تفكرت قولوا لك راكو دايرين مع الماء الماء المنطقه الشرقيه وجده، كنهضر مع بنات وجده قولوا لي الماء واش راه عندكم نتوما نفس المشكل. وحنايا هنايا راه في الاول النهار الاول تقطع مع سته يا خوتي، واليومين التاليين المره عاوتاني كل موراها تقطع مع ثلاثه ديال العشيه، عاوتاني البارح عرفتو الزوج مع الزوج تقطع والله الا الفقعه. المهم ها هو نوريكم هانتوما كي درت لها، درت لها كل حاجه في جهه من القرعه. شا هو شا من القرعه من لادانت ومن يا خيزو هادي دابا هادي نبلعوها صافي. منايا ها هي خيزو مطيشة سوريز رؤى كيعجبها كورنيشو، غادي نديرلها غير واحد الحبة واحد الحبة مغاديش نكترلها وعارفة وغادي نغسلها لها بالملح على حساب راكو عارفين الملحة. ها هي غادي نديرها لها من مع المطيشه، ها هي ديك هذيك كورنيشو اللي درتها لكم مع مطيشه سيريز. عرفتوا فاش كان ندير كنبقى نوريها كنوريها نقولها ها هي هاد الحاجه فين درتها لك، هي هاد الحاجه فين درتها لك باش يعني تكون عارفه. مي ما غادي نقطع لها هادي نقشرها وشوف ليها ها ها كيما قلت لكم غادي نقسمها على زوج. نزيد لها هذاك الطاق ديالها نديروها هنايا صافي. هذا غادي نخليه لها حتى تجي بلاتي وتاكلو صافي. من غادي ندير لها خبيز بقاو عارفين باش تاكل هذاك. المهم ها هو غادي ندير لها من الطرف ديال الخبز شفت لها واحد شويه، واخا راني عارفه انا بنتي شتو هذا الشيء ان شاء الله هذا الشيء هنا الفيديو ما تقطعوه هنايا شتو كي غادي يرجع هذا اللانش بوكس. غادي والله حتى نوريه الفواتات تشوفوا تشوفوا وشنو كلات، غادي نوريكم شنو كلات شنو ردت لي انا راني عارفه بنتي. المهم يا سوبر الزوجه سالينا نمشي في الكارطاب باش نفرق لها بس اصلا ما هادشي يدخل لي هنايا. هادو ها هما سينو غادي نديرو لها هنايا، غادي نديره غادي نحيدو منا باش ما نتقلهاش الكارطاب. ها هو هاي درت لها منا داك دانا ومنا هداك الكوتي ديالها ومن الغديوة ديالها. البارح نسيت ما وريتكمش هاد التورته هادي، شوفوا هنا ما عرفتش شنو قاسها لي. المهم صبروا نحلها الا قديت صبروا حلها ورجعوا. المهم ها هي التورته ها نتوما علاش غادي فين غادي هاد التورته غادي نخطب بها غادي نخطب بها لمصطفى. مهم التورته على حساب العطله اليوم نهار التالي ديال القرايه
على حساب راكو عارفين الوليدات الصغار كيديروا حفله بيناتهم. شريت لها الطورطه باش ديها معاها. ماراطون ماراطون. شوف انا تابع التليفون نسيت البارح باش نديرو التشارجا نسيتو ودرك راني تابع التليفون بالشارجور. المهم غادي نوريكم شنو غادي وجدت لها باش غادي نلبس لها هما. وجدت لها هاد التريكو هادو هذا وهاد لاجوب هادي هاد المسيسيكات هادو فيهم هكا التاج. المهم هادو العوينات ديالهم مشاو الله يرحمهم طيرتهم. شوفوا راني حايره بين هاد لي بافا هاد الغوص وبين هاد الكري هادي راني حايره شكون اللي غادي نلبسها لها معاهم. مهم هادو هاديك مهم هادو راهم كيبانوا لي هنايا يبانوا في لون وهنايا راهم يبانوا لي في لون ما عرفتش واش غير على حساب الاضاءه يمكن. مهم وبالنسبه لهاد لي بافا هادو غلاض راهم ما جايينش رقاق يعني نقولوا على حساب البرد ولا واصلا في راه البرد راه الجو راه سخون. المهم نلبس لها ونوريكم كي جات. ها هما دوك العيبات اللي قلت لكم عليها ها هما كي كيجيو. درت لها ضفيرات لبست لها الليبه لبست لها هذيك الغوص لبستها لها مع هاد كونفيرس هادي يا كيقولوا كونفيرس ما ديروش عليا. المهم لبست لها هكا راني روطار بزاف. المهم هتبان لكم تما راه قلاشره يعني بيني وبينه وربع ولا فوق ولا 20 عاد غادي نوصلها. يلا باي باي اجري يا ما تجري ويلي وطاتي عليها ويلي 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 نشوف الفضيحة دي تدخلها القسم. شوفوا حاشاكم على منوطات هذا باين مصباح الروطار وروعة باطية على حاشاكم بزاف ويلي فضيحة ولا إلا فضيحة. هاي شوف تما يعطوني ليلان جات نمسح لها السبردينة ديالها. يلا المهم راني وصلت مشالكم قلت لكم عندي 25 دقيقة هيا أوربع. يلا يلا بنتي نلقاهم دخلوا. انا صراحه شتو النهار اللي كندير فيه الفيديو ندير لكم فيديو كندير الروطار خصني سنين ماراطون سنين نوض مع 6 باش نكمل لكم الفيديو ثاني ديتا بنتي اي وقتكم نكافحوا معاهم شادي نديرو ماما تعرفوا كنت سابقاها دابا هي اللي سبقتني. ها هي الطورطه راني غادي نخطب لروءة ولا نخطب لمصطفى هي غادي نعطيها لها باش تدخلها. لا راني روطه باي باي ما شفتو راني حطيتها هي واماناتها. المهم دركي غادي نمشي غادي نفوت على المخبزه ندي شويه كرواسون على حساب باش نفطر. المهم ونمشي ندير طعامي راكو عارفين وبلاتي ان شاء الله عاوتاني كي نجي نديها غادي نجيب ان شاء الله نجيب التليفون ما ندير لكمش كي المره اللي فاتت نجيب تليفون ونشارك معكم اجواء. بدا ثاني وصلت للباتيسري باش نشري كرواسون باش نفطر نومامي نومامي يا اختي نومامي صراحه واحد الشجاعه راه جاياني هذا النهار على هذا التليفون لا يرقبكم. يلا هاد ندخلو نشوف شنو كاين. ها هما غادي نشوف شنو غادي ندي خرج بزاف مش عارفه واش غادي تسمع هضرتي ولا لا. شوفو هادو شحال زينين تلين جوج دراهم هادو يمكن قراش. السلام عليكم هادو قراش لاختي ياكي واخا عطيني واحد جوج من هادو نحل راه هنايا هادو عطيني جوج. ها هو راني ديت باش غادي نفطر غادي نمشي عاود للحانوت باش ندي عليه الحليب. يلا نتلاقاو في الدار البنات هاني جيت يلا طخت مازال ما كلعت كسوتي غادي نوض نبدل لبس بيجامتي باش نفطر ونوض ندير غدايا ونتلاقاو العشية. شوما كبيدات طعامي تفكري عطابت انا كتعجبني هكا نديرها بوحدي الحضيره ديال الطعام راه ضبط لي الكاميرا صبروا
هنا الخضيره ديال الطعام ديالي الروا طاب. مهم غادي نخليهم كيما قلت لكم غادي نخليهم دركي حتى يجي مصطفى بلاتي ان شاء الله في العشيه، عاد غادي نحط حيت ما غاديش الطعام يبغي الجماعه، ما غاديش نحط انا بوحدي انا وماما، عاودوا نديروا نحط لها بوحدها. يلا دركي غادي نخليكم غادي نمشي نجيب رؤى. يلا باي باي، عنديكم معايا بصح راني خرجت. خلا ضربكم شهد الحمام، شهد الحمام يا ربي ترحمنا. عرفت والله لا لا الحشيه اللي حليتها لراسي انا حشيه كاع بحدها، ياك قال لي طونطون تاع راسي نمشي نجمع حوايج ديال المشتى. قال لي راسي نمشي نجمع حوايج ديال الصيف ونجبد الحوايج ديال المشتى. وليت نخاف، انا وليت نخاف مع راكم عارفين اليوم الجمعه تكون دعوه خاويه. خلاص ربا كيوطنا شي واحد يقسم لي عليها جوج على التليفون. المهم كنت نكمل لكم، قلت لكم مشيت جمعت الحوايج ديال الصيف وخليت غير شي حاجه ديال، المهم جبت كلشي بيجامات ديال المشتى وجمعت كلشي بيجامات ديال الصيف، خليت غير واحد جوج ولا والكسوه ديال الخريج مشيت عاوتاني كجمعتهم. المهم لهلا يرقبكم، يلا نخليكم دركي حتى انا نوصل ليكول. شوفوا هاد الكليب بصح كان ينوض نهرب نبقى نجري ويجري مورايا. هي رو اخر جات. المهم تنمشيو للدار وغادي نفتشو هذا ونشوفوا الماكله اللي كلات اللي ما كلاتش ونرد عليكم. المهم غادي تشوفوا معايا كليتي ماطاش. المهم انا داكشي اللي درت لها هذيك ماتيشا سوريز حيت عارفه كتاكلها كتعجبها. بدات هاني جيت يلا خلطت يلا كيما راكم تشوفوا عاد مضادري فوق راسي وعاد كسوتي راني بيها. المهم بغيت نوريكم كيما قلت لكم الصباح راكم شفتوا شنو دات، المهم بغيت نوريكم شنو كلات وشنو ردت لي. يلا باش هنا نقطع الفيديو مستعدين تشوفوا. بسم الله. المهم ضناب مشى، هادي السوبيره الصغيره اللي درت فيها هذاك، هما ثلاثه كيما داتهم. الكاطو حتى هو راه هنا ثلاثه بلات شويه بها. اللوز كيما داتو رداتو. غادي نشوفوا هاد لابواط عاوتاني مهم غادي نوريكم هنا. مهم الخبز كيما مشى ولا مطيشه كلات وحده الحمد لله، كورنيشو كلات غير واحد الزقه، بعويده كيما مشات ولات الحمد لله. هادشي كليتي انتي ولا عطيتي صحاباتك؟ مهم ها هي الحمد لله كلات لي بعدا هنايا. هذا كلادان كيما راكم تشوفوا، خيزو عاود كلاتها يعني السوبيره راه مشات الصباح عامره، و هذيك القرعه حتى هي تبان لي راها كلات بها شويه. مهم هو هذا اللانش بوكس اللي دات، وهذا الشيء راه ما غاديش يضيع، هذا الشيء غادي تاكلو دركي ياكي. مهم بنات كيما شفتوا راه وريتكم شنو دات، صراحة بنتي ما عندهاش الماكلة كتفرحنيش انا في الماكلة، ماكلتها قليلة وكنحاول ندير لها داكشي اللي كتبغي وداكشي اللي يعني اللي كتاكلو، ولكن مع الاسف كترد لي داكشي هاكك ما عارفش والله ما عرفت. عندكم شي حلول عطيوهمني، الا عندكم شي حلول كديرهم لوليداتكم عطيوهمني. المهم انا غادي نخليكم تهلاو في راسكم وان شاء الله نلتقاو في فيديو جديد، وما تنساوش تدعموني. باي باي.